للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا من عمان أحمد عزام المحلل المالي الأول في مجموعة أكويتي. أهلا وسهلا بك أحمد. سأبدأ معك أولا مع ما نراه من ارتفاعات قوية على عوائد سندات الخزانة الأمريكية، نعود إلى أعلى مستويات منذ يوليو من هذا العام، وهل تتوقع استمرار هذا الارتفاع على عوائد سندات الخزانة الأمريكية في ظل هذه الأجواء وعدم اليقين والترقب للانتخابات الأمريكية؟ صباح الخير نادين، شكرا للاستضافة. غالبا في بداية بالنسبة لعوائد السندات قد يكون هناك تقلبات بشكل أكبر في الفترة القادمة، بكل تأكيد حالة عدم اليقين جراء توجهات الفدرال الأمريكي حول تخفيض الفائدة من ناحية، من ناحية أخرى من هو الرئيس الأمريكي القادم، هل سوف يكون هناك تدخلات على السياسة النقدية بالنسبة للفدرال الأمريكي، فبالتالي حالة عدم اليقين حتى نهاية العام القادم قد تستمر بالنسبة لعوائد السندات من ناحية. من ناحية أخرى عندما ننظر حتى على النمو الاقتصادي، لا يزال النمو الاقتصادي جيد، فبكل تأكيد عندما يكون النمو الاقتصادي جيد يكون هناك دافع بالنسبة لعوائد السندات أن تسجل ارتفاعات. حتى بالنسبة للمعطيات التي كانت بداية دافع للفدرال الأمريكي لتخفيض أسعار الفائدة من أسواق العمل، أعطت إشارات بأن أسواق العمل لا تزال على الأقل جيدة لحتى الآن، فبالتالي جميع المعطيات المتواجدة تدل حالة عدم اليقين، فبالتالي قد يتجه المستثمرين في الفترة القادمة إلى أسواق السندات، أسواق الدخل الثابت. هل سوف نسجل ارتفاعات بالنسبة لعوائد السندات؟ أعتقد بأنه سوف يكون مرتبط بشكل كبير ووثيق بالنسبة للبيانات الاقتصادية القادمة، فيما لو كانت هناك أرقام التضخم تسجل ارتفاعات في الفترة القادمة، وأميل إلى هذا السيناريو هنا نادين، أن نسجل ارتفاعات لأرقام التضخم خاصة بأن الكور سي بي آي لا يزال راسخ اقتصاديا 3.3% في القراءة الأخيرة، فبالتالي قد يكون هناك تداولات وتقلبات بشكل آن بشكل سريع بالنسبة لعوائد السندات في الفترة القادمة. أميل إلى أن يكون هناك ارتفاعات لعوائد السندات جراء إمكانية أن يكون نمو اقتصادي جيد في الفترة القادمة، جراء خفض أسعار الفائدة انعكاسها على النمو الاقتصادي في الفترة القادمة من ناحية. من ناحية أخرى أن يكون هناك ارتفاعات لأرقام التضخم في عام 2025، وأن يعود هناك السيناريو إلى تسعير خفض فائدة أقل من الفدرالي الأمريكي في الفترة القادمة، فبالتالي أميل إلى أن يكون هناك ارتفاعات لعوائد السندات على الأقل في عام 2025. ماذا عن الذهب أحمد؟ يعني مستويات قياسية متتالية، لا شيء يوقف صعود الذهب هذا العام، وبالتالي هل تتوقع المزيد من الارتفاعات في الفترة المقبلة؟ وما هي برأيك العوامل التي ستكون الأكثر دعما لارتفاعات أسعار النفط الذهب؟ يمكن العامل الأساسي نادين المستجد في الفترة الأخيرة هو توجهات الصين لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر متوقع. مع بداية الأسبوع شفنا خفض أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس، في الوقت نفسه كان الدولار الأمريكي يسجل ارتفاعات، الدولار الأمريكي يسجل ارتفاعات هي الأعلى بالنسبة للدولار إندكس في شهرين ونصف، فبالتالي الذهب يسجل ارتفاعات مع قوة الدولار الأمريكي. يعني السيناريو لو كان الدولار الأمريكي سجل انخفاضات كنا شهدنا يمكن ريكورد جديد بالنسبة للذهب بشكل أكبر في الفترة الأخيرة. فعندما نشهد خفض أسعار فائدة فبكل تأكيد الذهب قد يسجل ارتفاعات في الفترة القادمة. من ناحية المخاطر وحجم المخاطر، التوترات الجيوسياسية تسجل ارتفاعات، مخاوف من توسع التوترات الجيوسياسية بشكل أكبر إقليميا، فبالتالي هي ضاغط أساسي للذهب لتسجيل ارتفاعات. السيناريو الآخر عودة ترامب يسعر الأسواق، عودة ترامب بنسبة 60% حاليا الاستطلاعات تسجل إمكانية فوز ترامب في الرئاسة، فبالتالي ترامب معناه عدم يقين، بكل تأكيد حالة عدم اليقين تدفع الذهب لتسجيل ارتفاعات. فالمعطيات المتواجدة حاليا نادين لو ما أخذنا تخفيض أسعار فائدة بشكل أكبر وتحفيز بشكل أكبر بالنسبة للصين، بكل تأكيد الصين مشتري كبير جدا سواء كانت حكومة أو شعبا، فبالتالي طلب جيد بالنسبة للذهب في الفترة القادمة. أعتقد نادين قد نسجل ارتفاعات في الفترة القادمة بالنسبة للذهب، قد نسجل ريكورد جديد على الأقل قبل الانتخابات الأمريكية. شكرا جزيلا لك أحمد عزام المحلل المالي الأول في مجموعة أكويتي.